دابا تنرى وكل شيء من الدار ديالي انا خلقت هنا انا سطاتي ومراتي هي سطاتيا وبويا كان مراكسي وفاميا ديالنا كل شيء من ملال وكل شيء كل شيء ما ودابا تنرى الموضة وتعمل لي غير فرحان بزاف باش نرى كل شيء مصوب هنا حتى في اسرائيل ما كان مصوب خل هنا على هذيك ما عنديش ما نقول هنا مع زيارة تقنية زيارة سياحية زيارة ثقافية شاف من خلالها يعني هذا الفضاء الجميل انبهر كيما شفتوا التصريح ديالو بالتوزيع ديال الأشكال ديال الخضار وكذلك انبهر بالمنتوج الوافر اللي شاف هنا في إنزكان في هذا السوق ديال الجملة للخضار والفواكه في إنزكان وشافوا معنا حتى يعني زيارة خاصة للسوق الفواكه الجافة التمور إلى غير ذلك أعتقد هي هذه الزيارة داخلة في إطار توطيد أواصر التواصل بيننا وبين الشعب الإسرائيلي وكذلك أننا تنسجلوا هذه الزيارة اللي هي زيارة من الزيارات اللي كتوافد على هذا السوق تقريبا يوميا بوفود من السياح الأجانب وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على المكانة المرموقة اللي كيعرفها هذا السوق. إذا هذه الزيارة اللي كيقوم بها وفد إعلامي إسرائيلي كتجي في إطار تبادل الزيارات مع نادي صحافة لعملة إنزكان وبهذه المناسبة قام بواحد الزيارة ديال سوق السمك حيث تم واحد شرح تفصيلي للسوق سوق السمك وشنا هما المرافق اللي كيتكون عليهم المنتوجات اللي كيتم التسويق ديالها داخل هذا السوق وقدمنا مجموعه من الاحصائيات المرتبطه بالسوق من الكميه ديال 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 المنتوجات اللي يتم التسويق ديالها الانواع ديال الاسماك كما تم بهذه المناسبه الزياره ديال جميع المرافق من مصنع ديال الثلج من الباحه الخاصه بالبيع من المقهى وتم الاجابه على مجموعه الامثله المرتبطه بطريقه ديال التسويق ديال 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 المنتوجات البحريه وجميع هذه المعلومات هذه كتحاول تساعدنا في تعميق العلاقات ما بين الدولتين.